ابو من برافو. اللمسه الاولى لهاورد وما ادراك ما هاورد، اللاعب العملاق فعلا، اللاعب العملاق. هنا ميكنزي مور، ميكنزي مور باللون الهميلة. حط بالك على اللاعب رقم 39، هذا هو 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 هو، هذا هاورد اللاعب المتحصل على افضل ريباوندر 5 مرات في اليمين الى دار تكر. لاعب مميز على فكره، محاوله التمرير، برافو علي حيدر. يا لعيب يا لعيب يا لعيب، جميله، بدايه رائعه جدا. واحد من الشوتريه هو هو هذا، هذا شوتر ما مشت المره هذه تحت السله، هاورد يسجل، برافو والله برافو. الان الى هاورد، يا لعيب، الله 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 الله، بالحصه السادسه هذه، هذه بالحصه الاخيره، برافو دار تكر، حلوه، هو رائعه جدا، برافو والله برافو. يقول راح نقول ماذا فعل بيروت، هي الثلاثيه، هو برافو. أندري روبنسون، لا هذا ميكانزي، كان اللعبة، هي لعباتك. طريقة كليف مميز مميز تحت السلة، إذا وصل خلاص ممكن يسجل. مباراة كبيرة جدا، وسيرجيو درويش محاولة الدخول، لعيب، الله الله على الجميل. نعود نعود نعود، جوردن هيديك حلوة فيها، سجل ثلاثية كيم، حلوة يا علي حيدر، لعباتك، الله 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 الله، ما أروعك، الله ما أروعك. من جويل ديمار مونترو، هي الثلاثية، يوه حلوة حلوة، من كرسي اللقطات الكوارتر الأول، وهذه المحاولة الجميلة من ميكنزي مور، هو المتخصص، ولكن راحت عليك يا لعيب، ولكن الاسيست ما اروعه. ما لعب 3 مباريات، فاز مره وخسر مرتين، بيروت لعب مرتين على فكره، فاز بما فيها طبعا الدوري اللبناني، ليتوقف تماما للمشاركه في هذه البطوله ولانجاح هذه البطوله، وهذه حقيقه يجب ان نعترف بها تماما. برافو برافو الى بلاج، حلوه، الله على الدخول الجميل، الله على التسجيل، الله على التسجيل في جانب بيروت اللبناني. لعيب النقطة العاشرة، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، برافو يا سيرجي، وين تروح؟ الله على السرعة، الله عليك يا بلاج، الله عليك، برافو والله برافو. يبغي يسجل ثلاثية، أن يلاقي الفرق الليبية وأما أن يلاقي الرياضي. أندر جابريل 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 جابريل، يا سلام يا علي، برافو برافو برافو، سجلها بطريقة جميلة جدا علي، برافو يا علي. يعود علي محمود، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عدى، محاولة جميلة، وين تروح؟ تسجل يا جماعة، إلى جويل ديمار، حلوة، برافو والله، ما تسجلت، كيمباو، أوهو، لما يعطيه، الله يا كيمباو، الله يا وين تروح؟ علي حيدر الهداف الكبير، علي حيدر لعباته 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 لعباته، ما ينصاد علي حيدر، ما ينصاد، ما ينصاد علي حيدر، لا لا، نعود بنفس الطريقة، الشوتر كيمباو، كيمباو. وين تروح؟ متابعة جميلة، هي برافو جودوين، برافو، عمل تفعيل للجرب الهجومي، إقناع، حلوة، الحكمة غير مقنع، وتمام الإقناع من خلال الرياضي، الوجه المشرق ده. دائما هذا القصير، يا الله، بلت طبيعي يا هاورد، يا هاورد متبقية، هي 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 يا هي لقطة يا هي لقطة يا هي لقطة، برافو والله، برافو 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 برافو، حلوة 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 يا الكرام، صعبة شوية، برافو المحاولة، يا لا 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 لا، مو طبيعي، برافو يا توكر، برافو. أيضا على مستوى الثلاثيات سترونج روب الفلبيني، يا سلام
هي لسه اتكلم على الثلاثيات والثلاثيات. طبعا استلام توكار. يا لعيب. برافو برافو برافو. 61 مشاهدين الكرام. 42 9 نقاط لتوكر الان. لتوكر نعود وعشر نقاط ايضا لسيرجيو درويش وتحت السله وبرافو بطريقه رائعه جدا وعبر ايضا ميكانزي مور. يا لعيب المتابعه برافو رائعه جدا من كليفت او كليفتون الكساندر. هي ما تسجلت بالمتابعه الجميله. يا لعيب هذا جاستين بلازر برافو. جويل دومر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. هذا النتفة هذا الصغير هذا القصير هذا البكير. هذا يعود لعلي حيدر بنفس الطريقة لسيرجيو. لعيب برافو سيرجيو درويش. حلوة 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 حلوة. كيمي. هيا جويل ديمار برافو. كيمباو كيمباو ملك الثلاثيات. اوهو عليك يا نعيم وبرافو كيمباو. الله 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 على هذا الانسجام على هذا التناغم الجميل جدا. طبعا بيروت. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ثلاثية ايضا سيرجيو درويش. برافو يا سيرجيو برافو برافو كرام. والامور يسيرها كما يريد. حلوة 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 يا سيرجيو. 21 نقطة بالكمال والتمام. ابدا 61 يوه شوف 75 ابدا 61 يوه شوف 75 اوه يا الله يا الله مو طبيعي. برافو والله برافو والله يا هدك دي جودوين. حلو اوه هو 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 يا سيرجيو برافو. خلل النتيجة 13 فريق سترونج جروب. ولكن شوف شوف الإبداع شوف الخبرة فيها. يا سيرجيو يا سيرجيو يا سيرجيو. لعبة دفاع المنطقة حلوة. هي الثلاثيات هي الثلاثيات هي الثلاثيات المرعبة. هيدينج برافو جوردن. هيدينج ما استفاد إلى بور تعود يهدي على الاخر بخبرته الميدانيه الكبيره. يا لا 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 برافو سيرجيو درويش. برافو برافو. حلوه 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 حلوه. يا سلام يا علي يا سلام يا علي يا سلام يا علي يا سلام يا علي. 13 نقطه من زمان ما مسجل. هنا طبعا جاستين سانشيز. حلوة 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 حلوة. كل واحد إلى جودو. يا لعيب يا لعيب برافو يا علي برافو يا علي. الله 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 الله. نعود الثلاثيات. الله مين يقدر عليك. ينتهي حوار هذه المباراة مشاهدينا الكرام بفوز فريق سترونج جروب ب 95 مقابل 73 بفارق كبير من فريق كبير على فريق كبير. ولكن بكل تأكيد القادم أحلى بالنسبة لفريق بيروت. ولكن الصدارة الآن في هذه المجموعة مشتركة مع طبعا فريق أهلي طرابلس الليبي. إذن مبروك ألف مبروك للفريق الفلبيني سترونج جروب وهارد لك لبيروت اللبناني على أمل أن يعود أقوى. عموما وصلنا إلى نهاية هذه المحطة. هنا إصابة للاعب أيضا جويل ديمار مونترو و